كل يوم يمر علينا نسمع بحادث مروري أو أكثر ونتساءل إيش أسبابها. الحوادث المرورية في السعودية وصلت حاجز 160 ألف حادث، 78% منها بسبب استخدام الجوال، و8% من هذه الحوادث تسبب الإعاقة. لكن كيف ممكن إن نقلل من هذه الحوادث؟ بالسلامة المرورية اللي تتحقق بالالتزام بالسرعة المحددة، اتباع قواعد السلامة المرورية، وأهمها تجنب المشتتات. وش هي المشتتات؟ المشتتات هي كل ما تشتت السائق وتعيق تركيزه عن القيادة، ومن أخطرها وأكثرها شيوعاً استخدام الجوال أثناء القيادة، حيث تزيد من فرصة حدوث الحوادث ب 23 مرة، وتقلل تركيز الدماغ أثناء القيادة بنسبة 38%. وهذا الأمر يعرضه إنه يصطدم بجسم ثابت مثل شجرة أو عمود أو أي جسم صلب، أو بأجسام متحركة مثل إنسان أو حيوان أو حتى مركبة، ويعرض نفسه ومن معه ومن اصطدم به للضرر والخسارة مادياً أو جسدياً. لذلك يجب تجنب هذا المشتت الخطير لنعيش بأمان في وطن أجمل دون حوادث مرورية. أرجوك حافظ على نفسك لأننا نبيك سالم.